والزميل هاني حتحوت كان بعد المباراه ايضا له راي مهم. تولى الكابتن ايهاب جلال مسؤوليه تدريب نادي الزمالك لمده 3 أشهر فقط، لم ينجح فيها في اسعاد جمهور الزمالك، لكن بعدها ب3 سنوات النهارده وهو بيدرب الاسماعيلي نجح في ادخال الفرحه الى قلوب الزملكاويه بادخال نقطه للاسماعيلي وفقدان نقطتين من الاهلي. مباراة انتهت بالتعادل النهارده ضمن لقاءات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أفقدت الأهلي قمته حتى الآن في جدول المسابقة، وبات الزمالك أول الترتيب حتى الآن قبل ما الفريقين يستكملان المباريات المقبلة في مسابقة الدوري. يعني إفيه كده اللي ما ساعدوش هو مدرب ويسعده هو لكن أنا يعني أنا بقول لكم ده ليه؟ بعد المباراة الكابتن حسني عبد ربه كان ليه رأي، ورأي كان لازم نقف عنده لأنه كمان يتعلق بنتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي وما ظهر عليه الإسماعيلي أمام الأهلي وما يمكن أن يكون منتظرا للإسماعيلي في المباراة القادمة. حسني عبد ربه واحد من ألمع وأهم نجوم كرة الإسماعيلي في تاريخها، ولما يقول الكلام ده مهم نسمعه ومهم نقف عنده. الإسماعيلي يلتقي مع الزمالك بعد 2 يومين راحة ليلتقيان يوم السبت بإذن الله، والمباراة دي بتيجي بعد ما الإسماعيلي أفقد للأهلي القمة، شايفها إزاي؟ وهقول لك بشكل صريح أبناء العم يعني مفيش دوري في العالم، دوري في العالم بتلعب خلال 48 ساعة مباراة، بتلاعب اهلي وبتلعب زمالك. يعني قمه عدم التنظيم في الكره المصريه. يعني انا النهارده فرقه بتلعب بره بلدها في اسكندريه وترجع الفجر ولا النهارده عشان يعملوا عشان يتمرنوا تمرين خارج الجمعه عشان يلعبوا فريق بقمه نادي الزمالك. مظبوط. ومطالبوا النهارده ان انت عايز تعمل مباراه تفوق مباراه النادي الاهلي. هل ده من المنطق وهل ده من العدل ان انا الاعب فرقه بره بلدها واجيبها بعد 48 ساعه العبها في اسماعيليه وبلعب مع احترامي الكامل للانديه، لكن قيمه نادي الزمالك واهميه المباراه بتطلبني ان انا باللعيبه دي اللي لعبت هقدر ان انا اادي بالشكل اللي انا اديته النهارده. خليني بقى عشان انت بتقول ولاد عم وده الطبيعي جدا ان الناس هتقول الاسماعيلي وبينهم وبين الزمالك، هل انا هقدر العب نفس المجهود بتاع النهارده؟ يعني مش فاهم يعني ايه كرر كابتن حسني يقصد ايه بولاد العم يعني؟ يعني عايز يقول ايه يعني؟ يعني ما فهمتش، هل هو بيقول اللي يلا حطيت الجدول انت حطيتها على اعتبار دول ولاد عم، ولا هو بيقول ان هم ولاد العم؟ يعني ما فهمتش. هو هاني هو اللي ساله بالكلمه دي؟ لا هاني يعني هاني اللي استخدم اللفظ الاول. وحسني كرره بصرف النظر. يعني هو الفكره هل حسني مستنكر، كابتن حسني يعني مستنكر ان يلعب بعد 48 ساعة وبعد سفر؟ خلي بالك الاهلي هيعمل كده مع انبي اللي مريح بقى له 4 ايام. ما هو نفس الوضع. يعني الاهلي يعني كان في سفر في اسكندريه يعني وهيجي يلعب في القاهرة. الظلم والضغط يقع على الاهلي وعلى الاسماعيلي. هو الزمالك عنده يوم راحة زيادة على الاسماعيلي، وانبي عنده يومين راحة زيادة على الاهلي. هي ما هو بيسال بقى بس حسني بيقول لك هل من المنطق والموضوعيه انك تنتظر من الاسماعيلي يلعب ماتش كويس؟ يعني ايه يعني هو يعني تمهيدا لان الاسماعيلي مش هيلعب ماتش كويس؟ ما هو ده سؤال، ما انا بقول لك سؤال مهم الكابتن الاسماعيلي. انا بقى انت عارف يا استاذ ابراهيم احنا كل ما نيجي نحسن الظن الظن ما يحسنش لكن اتوقع باذن الله الاسماعيلي هيلعب مباراه باذن الله جاده ومهمه، لان في تاريخ دلوقتي اللي عمله الاسماعيلي في الراوند الثاني ما اظنش، ما اعرفش اصل هو كمان ليه الاسماعيلي يتحمل مسؤوليه ان يتقال؟ ما هو لسه في 4 ماتشات. اللي يكسب يكسب واللي يتعادل يتعادل بالظبط، واعمل اللي عليا كل واحد ياخد حقه واعمل اللي عليا بس الفير بلاي. يعني هو الاسماعيلي كان الفير بلاي نازل. هل الاسماعيلي كان نازل يعني بهدف عرقلة الاهلي ولا هو كان عايز يلعب؟ بيلعب لاسمه. بيلعب لاسمه. طبعا. يلعب لاسمه. واسمه مش قليل يعني. طيب